ان التعديل او ان احنا نروح لدستور جديد مش مجرد الجمعيات رغبه عند صفوه او مجموعه من المفكرين او ضرورة. الاعلاميين او المثقفين، لا، هي احتياج وطني. احنا محتاجين دستور جديد، احتياج وطني. في مواد في الدستور الحالي يجب ان يحتفظ بيها، في مواد لازم تتغير، وده يتناسب مع حالة اللي بتقوى فيها، حالة قوة الدولة. كل ما بتقوى الدولة كل ما بيبقى عندنا إمكانية أعلى لمواجهة شوية حاجات، منها الفكر المتخلف اللي هو يرى في كتلة المرأة مثلا ان هو تمييز، تمييز مثلا، او يرى ان حقوق المواطن في هذا الدستور مبالغ فيها، ان هو يبقى حقه انه يتعالج ويسكن ويتعلم وبتاع، يبقى ده. فعايزين نحافظ على الحاجات دي وفي نفس الوقت نعدل حاجات تانية. مدنيه الدوله المصريه انا رايي انها معركه مهمه جدا للشعب المصري. الشعب المصري بطبيعته مدني. جميل. لا معلش، الاجابه ما جاتليش برضه. اللي هي انا بسال التعديلات الحزمه اللي شغاله دي والفرح اللي احنا عندنا بنتكلم فيه بتفاصيله اللي قدامنا على الشاشه، مش ده اللي بيهمني دلوقتي. الموضوع كله خطوه في معركه كبيره بتخوضها الدوله المصريه ضد محاور موجوده في المنطقه. صحيح. ده اللي بسال فيه وعايز اكد عليه. هقول لحضرتك حاجه، احنا الرئيس السيسي كان في وفقا قبل التعديل الحالي اللي بيتم الاستفتاء عليه، لو تم يعني وخد اغلبيه، كان الاربع سنين في اربع سنين. الرئيس قضى في الفتره الثانيه سنه، ففاضل له ثلاث سنين، يعني معناه ان احنا رايحين على انتخابات. انا هكلمك بصراحه. أيوة. ليه احنا اتحمسنا لتعديل الماده دي ودخلنا بضبطها من حيث الصياغه، انها تبقى كره التعديلات تطبق على الرئيس الحالي. لكن مقترح كنت انا عارف. اربع سنين، يعني فاضل للرئيس السيسي ثلاث سنين. الرئيس السيسي احد اهم رموز ثوره 30 يونيو، وبالتالي عندما يتولى موقع رئاسة الجمهورية باختيار شعبي، الحقيقة ما كانش عدد أصوات، إنما هي رغبة في حماية الدولة المصرية والطمأنينة للشعب المصري، كانت ولا زالت مع هذا الرجل.